في عندنا كتاب في المدارس، كل المدارس كتاب فيه الخرائط، اسمه أطلس. أطلس هو الإله الذي يمسك الكرة الأرضية، وإحنا نقول أطلس. من أين جاءتنا أطلس؟ من الكفار، حتى نقول أن الإله الذي يمسك الكرة الأرضية هو أطلس. ليش ما نقول خرائط العالم؟ ليش ما نتكلم باللغة العربية؟ ليش نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس. شو العباد الشمس؟ قال الشجرة هذه، هذا اسمه عباد الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري، هكذا أنا سمعت الناس. وليش أنت تقول عباد الشمس؟ تقول إيش المفروض؟ دوار الشمس، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، قوس قزح. خطأ، خطأ، ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا، ما أدري من أين أتت.